بدي أعرفكم على مرشح على الانتخابات النيابية وتحديدا على لائحة كلنا وطني بدائرة جبل لبنان الرابعة. شوفوا علي، رح منروح منتعرف نحن وياكم اليوم، نبعث له كل أسئلتنا، شو عنا أي شيء نسأله، جهزوا لي حالكم. كل يلي بيسمعونا بهالمنطقة، يلي بينتخبوا بمنطقة شوفوا علي، لنتعرف نحن وياكم على ماتر عماد القاضي. بونجور، اهلا، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك عبر جيروسكوب اف ام. طبعا بعتقد انه الكل صار بيعرف انه توجه لائحه كلنا وطني هي من اللوائح المدنيه اللي طبعا كل العالم بيقولوا انه حابين يشوفوا تغييرات ووجوه جديده، وانتم من الاشخاص اللي مفروض تكونوا متبعين هالمنحه، صح؟ صحيح. نحن لائحه عنا يمكن نختلف عن اللوائح الموجوده اليوم من الأراضي اللبنانية، أنه عنا برنامج عمل موحد بتمنى 66 مرشح على امتداد الأراضي اللبنانية بتسع دوائر. نعم. بيحملوا ذات الخطاب، بيحملوا ذات البرنامج، وهيدي حالة فريدة بالحياة السياسية اللبنانية، ويمكن لأول مرة عم نشوفها، صح؟ العدد كتلة من 66 مرشح بهذا الحال على امتداد الوطن. اليوم خبرنا أكتر، ليه بالتحديد أنت ما قررت تنزل على الانتخابات النيابية أو قررت ترشح مثل ما بيقولوا؟ طبعا دوافع كتيري والأسباب كتيري، ولكن ممكن حدا يعلل السبب هو وضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي السيء أو الوضع الأمني، الحريات، كل هذه المشاكل اللي عم نعيشها بشكل دائم. ولكن أهم هذه المشاكل هو سوء إدارة الشأن العام. سوء إدارة الشأن العام هو أكبر دافع خلينا أنه نخطي هذه الخطوة، خلينا نعمل هذه المبادرة، نتحمل هذه المسؤولية. وطبعا بنعرف أنه مسؤولية كتير كبيرة علينا وعلى كل المرشحين الرفاق معنا باللوائح، وهذا واجب وطني فرضوا علينا واقع، وطبعا نحن على استعداد لنتحمل مسؤولية كان بالترشح وكان بعدين إذا صار إن شاء الله يكون يصير فوز، بعد الفوز كمان رح نتحمل مسؤولية بالتنفيذ البرنامج اللي أعلناه واللي نحن تبنيناه على مستوى كل لبنان. اليوم بس نقول أنه حضرتك رجل قانون، يعني جاي إذا بدك من خلفية قانونية، قديم هم نقدر نوصل أشخاص ووجوه جديدة، وهل بتعتقد بظل الامتعاض الشعبي اللي اليوم نحن عم نشهده أنه العالم في منا مستسلمة على الوطن، ما بقى بدها تنزل تنتخب، في منا ما بقى عندها كتير أمل بأنه التغيير ممكن يكون واقع، قدي عندك أمل أنه التغيير ممكن يجي ولو شوي شوي؟ الأمل أكيد كبير، ولو ما عنا هذا الأمل كبير ما كنا عم نخطي هذه الخطوة. ولكن طبعا مثل ما حضرتك حكيتي هي العملية تراكمية، يعني هذه الخطوة اليوم رح تأسس لخطوات لاحقة بعدين. مجرد ما أنه عملنا خيار تاني غير الخيار اللي موجود اللي بتمثله الأحزاب والفرق اللي عندها ألوان وعندها معتمدة على نمط محاصصة مقاعد مجلس النواب، مقاعد مجلس الوزراء، محاصصة بعدين الوظائف العامة، محاصصة الصفقات المالية اللي عم نشوفها أو عم نتابعها على طول، والفساد اللي موجود، هذه نتيجة خيار معين. نحن عنا عم نحاول نعمل خيار تاني بنهج تاني، يعني نحن ما عم نقول أنه الشعب اللبناني منقسم بين قسمين، نحن مناح وغيرنا مش منيح، لا، نحن عم نقول انه في نهج جديد عم نحاول نبلوره، وفي نهج تاني موجود ونتيجه معروفة، وهو ذاته الشعب اللي موجود بخيارات تانية ممكن يصير بخيار النهج اللي نحن عم نجسته بخلال من خلال هذه الخطوة، من خلال هذه اللائحة، من خلال هذا البرنامج، ومنه رح تبلش عملية التغيير. هذه خطوة أولى، وتحقيق المقاعد النيابية هو مكسب أكيد، ولكن هو منه الهدف الأساسي والرئيسي اللي لنا. الهدف الأساسي والرئيسي اللي لنا أنه رسمنا خط جديد لكل حدا حابب يعمل تغيير بالبلد، حابب يوصل يخدنا من الحالة اللي نحن موجودين فيها واللي عم نتخبط فيها لنا حوالي 30 سنة، عم نطلع هلق بخطاب جديد، بنمط جديد،
ممكن كثير يكون في له نجاح او عندنا امل كبير في انه يكون له نجاح، وعندنا امل كبير انه يكون هو خشبه الخلاص الانتقال من الحاله السياسيه اللي موجوده اليوم الى حاله ان شاء الله تكون احسن وتكون لمصلحه البلد اكثر، ويصير في تطور وانماء مثل ما كل الشعب اللبناني بيفكر بغض النظر وين كان موجود. المشكله هو الالتباس اللي حاصل عند البعض، يعني البعض بيعتبر انه الحاله اللي موجوده فيها هي حال الحاله الموجودين فيها هي حالة ما بتتغير، وإذا بده يصير تغيير بده يصير من خلالها. نحن عم نقول لا، أنه التغيير ممكن يصير من خلال حالة تانية، وإذا كلنا اتكتفنا واقتنعنا بهذه الحالة أكيد بيصير في تغيير، وبيكون تغيير سريع مش بطيء. طبعا اليوم يعني ليحة كلنا وطني هي أكيد متوقع أنه يصير في خروقات إذا بدك يعني يوصل منا أسماء بأكتر من منطقة أو بأكتر من مكان، بس كمان الناس اليوم رح بيجوا بعد هالأربع سنين ويقولوا لكم ويحاسبوكم في حال وصلتوا، يحاسبوكم على شو قدرتوا تعملوا. هل أنتم مستعدين؟ أكيد مستعدين لتتحاسبوا، مستعدين لتتحاسبوا أو رح بتصيروا يعني الثقافة السياسية طبعا مبنية على فكرة انه نحن عم ناخد وكالة اذا حدا اذا الزملاء او حدا ربح معنا، عم ناخد وكالة من الشعب، وهيدي الوكالة مشروطة بالمحاسبة، وهذا الشيء اللي نحن من حوالي 9 سنين حاول منضغط للانتخابات، لانه كنا عم نلاحظ اللي اخذوا الوكالة من 9 سنين رفضوا انه يرجعوا يخضعوا لمبدأ المحاسبة بانه يصير في انتخاب لهم مرة ثانية او يصير في محاسبة بغير طرق الانتخابات. اللي صار اليوم انه بعد 9 سنين من التمديد صار في محطة، هذه المحطة هي ان شاء الله تكون انه هذا المرة الاخيرة اللي بيصير فيها تمديد لمجلس نواب او للتمديد لنواب، ولكن اللي نحن منآمن فيه هو انه نحن بعد 4 سنين بده يصير في انتخابات من اول وجديد، ونحن اذا كنا ما قدرنا حققنا الامال النقاط على عاتقنا او الاهداف اللي نحن عم نرسمتوها ببرنامجنا، ساعتها نحن طبعا بنخضع على مبدا المحاسبه والمساءله، واذا فشلنا اكيد ما رح نرجع نترشح مره. اي حدا بيفشل منا بانجاز المهمه اللي متوجب عليه نحن اكيد ما بنرجع حتى نترشح، يعني ومستعدين لنخضع على المحاسبة كمان اثناء ال4 سنين. نحن اي عمليه نقد او تصويب او شيء او تصحيح لاي مسار ممكن اي حدا يعني يغلط فيه، نحن اكيد هذا تحت مبدا المحاسبه، لانه منآمن بهذا، والديمقراطيه هي هيك الحكم للشعب. نحن عم ناخذ وكاله من خلال الانتخابات، ولكن هذه الوكاله مشروطه بالالتزام اللي نحن عم نعلنه، والالتزام بمصلحه الوطن العليا والحفاظ على سلامه وثروه الوطن. عماد حسيب القاضي التزم قدام كل اللي عم يسمعونا هلا بهيك التزام بدك تعطي للاشخاص اللي بستة ايار رح بيروحوا ويعطوك هالوكاله اللي هو صوتهم على 4 سنين، بماذا تلتزم أمام الشعب اللبناني؟ التزم بكلمة واحدة هي صدق وصدق اللسان بالتحديد. يعني بلتزم لما أقول أنا عم بلتزم ببرنامج، يعني أنا بدي يكون صادق بهذا الالتزام، بدي يكون شفاف مع هذه الناس، بدي الكلام كله أنا عم بتمناه بموجب البرنامج اللي أنا عم بطرحه، بدي يكون صادق أمام هذه الناس، وإلا تكون عم بخسر نفسي وعم بخسرهم ومنخسر وطن. فالتزامي بصدق قولي ومطابقة فعلي على قولي هو اللي بلتزم فيه أمام كل شخص بحب أنه يمنحني ثقة بهذه الانتخابات. شكرا لك عماد القاضي، حضرتك مرشح على لائحة كلنا وطني بدائرة جبل لبنان الرابعة. شوف علي على أمل أنه نشوف وجوهكم منتشرة بكل المناطق اللبنانية بالانتخابات النيابية المقبلة، نشوف هالوجوه اللي شفناها أو اللي تعرفنا عليها نشوفها واصلة إلى المجلس. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله تقدروا تغيروا. ونحن نشكر الإذاعة ونشكر كل المستمعين. أهلا وسهلا فيك، شكرا، باي باي.